إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز والجزائر في غمرة أجواء إحياء اليوم الوطني للشهيد أن يلتئم هذا اللقاء للاحتفال بالذكرى الثانية لليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تخليداً لذكرى الحراك الشعبي المبارك الأصيل الذي اعتمده الشعب الجزائري منهجاً سلمياً حضارياً للتغيير الديمقراطي والإصلاح الشامل وترسيخ العدالة الاجتماعية وتكريس دولة القانون. نحييها لنحيي قيم التلاحم والأخوة بين الجيش وشعبه، هذه العلاقة الأبدية التي استمدت قوتها من مبادئ الثورة التحريرية المباركة. جيشنا هو الحصن الحصين للشعب الجزائري، وهو الذي كان له سندا في مختلف الظروف وفي مختلف الأحوال، وعليه كان لزاما أن نقف الآن في هذه الظروف وقفة رجل واحد، أن يقف الشعب إلى جانب جيشه كما وقف أسلافنا مع الثورة التحريرية المباركة.